والاخوه في الديمقراطي مدعون الى المشاركه في الانتخابات والعدول على قرار انسحابهم. لا يجوز التشكيك والانتقائيه في قرارات المحكمه الاتحاديه، قرارات المحكمه الاتحاديه نشات وصدرت بعد شكاوى من مواطنين كرد، على سبيل المثال قرار قرار المحكمه الاتحاديه حول قانون الانتخابات اتى بعد تقديم الاتحاد الوطني طعنا بهذا القانون ومدى دستوريه بعض مواده وفعلا استجابت المحكمه الاتحاديه للمسار الدستوري الامر المتعلق بتوطين رواتب الموظفين المتوقع هناك ازمه تعود الى عشر سنوات ومن قام بالدعوه امام المحكمه الاتحاديه ليس افراد من الشيعة ومن التنسيق التنسيقي وانما هم افراد من كردستان ومواطنين كرد ونواب كرد قدموا بالطعن امام المحكمه الاتحاديه اذا المحكمه الاتحاديه لم تقم من عندها او تلقائيا باصدار أي قرارات دون وجود شكوى وطعن من قبل المواطنين الكرد او الاحزاب السياسيه الكردستانيه اذا لا يجوز ان نتكلم بهذه الصيغه